العين سوسن عبد السلام المجالي تصرح بأن الفساد الإداري والمالي لدى المرأة نادر جداً مقارنة بالرجل. صحيح سعادتك، خاصة بموضوع التعيينات، بس معلش تحكي لنا كيف تعينتي أمين عام للمجلس الأعلى للإسكان؟ وكيف صرتي عضو مجلس أعيان؟ مش مني السؤال على فكرة، هذا من متابع لبرنامجنا بدولة الكونغو الديمقراطية. والسلام أمانة لدولته، احكي له لما وقعت على اتفاقية الذل مع الكيان الصهيوني قلت بأن الهدف منها دفن الوطن البديل، وبشريه بأن صفقة القرن تسعى لجعل الأردن وكل جيرانها وطناً بديلاً، يعني إحنا رح نندفن وما رح يدفنوا الوطن البديل.